قام المهندس معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن في نزوله الميدانية لمشاريع صيانة الطرق في أبين بتفقد جهد فرش طبقة الإسفلت للطريق الواقع أمام نقطة العلم في المدخل الشرقي للعاصمة عدن. واطلع المهندس الماس في زيارته التفقدية على عمليات سفلتة الطريق الجاري تنفيذها حاليا، متفقدا كذلك الأعمال المنجزة وما وصلت إليه نسب الإنجاز في المشروع، مشيدا بالجهود الذي يحرص فيها فريق العمل على الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.